مشاهدينا، إذا وصلنا الآن إلى فقرة حكاية إنسان، لكن بعد الفاصل. حكايتنا اليوم هي إذا مع الشاعر والإعلامي مولاي علي والحسين والحسن. مولاي علي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكما وبكل المشاهدين والمشاهدات. أستهل المقابلة بتعريف يختاره مولاي كما يشاء. هو أنا أعتقد أن في هذه الفقرة استدراج نوعا ما، لأن حديث المرء عن نفسه، أن تتحول الذات إلى موضوع لا يخلو من فخ وبالتالي لا يخلو من مخاطر، آمل أن أخرج منها بأقل الخسائر. خاض عليه أثر من الناس حاول معه. أنا من ناحية التعريف الشخصي اسمي الكامل هو مولاي علي ولي الحسن والمولاي علي. أعمل في مجال الصحافة، في مجال الإعلام بشكل عام، لا سيما الإعلام الإذاعي. خريج قسم علم الاجتماع الشعب العربية في جامعة نواكشوط، وأدرس حاليا في مرحلة الماستر في القسم نفسه. واهتمامي ربما الأول في مجال الحياة هو الشعر، شاعر أو هكذا أزعم. انتمائي أنتمي إلى الإنسانية وإلى الإنسان بشكل عام. طيب، متى بدأت تجربتك مع الشعر ومع الإعلام؟ بالنسبة للشعر، أستطيع القول أني بدأت الاهتمام به منذ مرحلة الدراسة الإعدادية، فيما بعد ربما كانت أولى محاولات الكتابة الشعرية في عمر 15 أو 16، أي في نهاية هذه المرحلة. طبعا في هذا السياق تأثرت بقراءات شعرية متعددة، سواء فيما يخص الشعر العربي محليا أو بشكل عام في الوطن العربي، وأيضا الشعر العالمي المترجم منه. فيما يتعلق بالإعلام، أستطيع القول أيضا أن شغفي ربما بهذه المهنة بدأ في وقت مبكر نوعا ما، في عمر 18 في مرحلة البكالوريا. مررت تقريبا بما يشبه تجربتين في مجال الإعلام الإلكتروني، لكن فعليا من الناحية المهنية بدأت في هذه المهنة صحفية متدربا في إذاعة موريتانيت، أول إذاعة حرة في البلد. كان ذلك في نهاية عام 2012. في العام نفسه انتقلت للعمل في إذاعة التنوير، الإذاعة الحرة أيضا، بدءا من انطلاقتها، وما زلت أعمل فيها حتى الآن. العام الماضي مررت بتجربة تلفزيونية وجيزة، كنت ضمن فريق قناة إضافة الفضائية. ثم التحقت لاحقا في العام نفسه 2014 بفريق راديو سوا الأمريكية هنا في نواكشوط، وأعمل حاليا منذ عدة أشهر ضمن فريق عمل على مشروع إعلامي جديد هو تواتر. أنا هو مسؤول النشر في هذا المشروع، مشروع مؤسسة تواتر. إذن سنحاول أن نمر على هذه المحطات، لكن فقط ندور نشير عن طبيعة البرنامج، عن نختار ونتكلم بالحسانية. لعت طيب. موافقتك. طيب، ما أول محاولة شعرية من تركانك ضابطها؟ يعني لا أقول إني أتذكر، ماني متذكر كي نقترب من الحسانية، ماني متذكر بالضبط ربما النص، لكن أعتقد أن ذلك كان عام 2006. طبعا سبقتها ما يشبه المحاولات، ليست محاولات، كانت تقليلا صراحة. تعطينا نموذج من المحاولات الأولى اللي متذكر منها؟ في المحاولات الأولى، طيب، ربما أتذكر قطعة أبيات من قطعة كانت في البدايات. حاولي بعثا للأمان العذابي، واستفيقي كأنة من ربابي، أسكنيني قلب السحاب رويدا، واحضنيني كوردة في كتابي، مرهق الخطو أمشي قصدك اشتذبيني، رب بعض الدواء رهن اشتذابي، يا جراحا بالوجد تدمي فؤادي، يا فراقا يا غربة في اقترابي، إلى آخر القطعة.
خفيفة من هو أكثر شاعر أو كاتب تقرأه استفهام؟ فيما يخص القراءات أقرأ لها أم يسكنني؟ هناك فرق. استطيع القول أكثر حتى الآن أكثر شاعر تأثرت به، أو لأقل أكثر شاعرين فيما يشبه التوازن عماهما، وما زلت أعتبرهما أكبر شاعرين في تاريخ أكبر شاعرين في تاريخ الفصحى، هما أحمد بن الحسين المتنبي ومحمود درويش. طيب من طرى بدايتك مع الإعلام؟ قلت عنك جيت عنك سبقت في الإذاعة قطعت تكتب مثلا للصحافة المكتوبة، قطعت عليها ولا بدأت بالإذاعة مباشرة؟ بدأت سوى ما ذكرت لكما المشاهدين أيضا من ما يشبه محاولتين وجيزتين في بدايات ولعي بالإعلام. فيما بعد التحقت أولا كما ذكرت بالإعلام الإذاعي، لكن لاحقا يعني بدأ من العام الماضي، من نهايات أو ربما نهاية 2014 بدأت العمل في فريق وكالة دونفايسس، وهي وكالة أنباء إلكترونية، يعني الإعلام الإلكتروني وليس المكتوب تحديدا. فيما يخص المكتوب لم أمر بتجربة. طيب ما هو الرابط بين الإعلامي والشاعر؟ ما الذي يربط بينهم؟ لا أعرف، ربما هو الشغف. الشغف الأول في الحياة هو الشعر، ربما سبب توجهي إلى مهنة الإعلام تحديدا، رغم أني ربما من مجال تخصصي قد لا يكون هو نفس المجال يعني الاجتماع. سبب ولعي بهذه المهنة تحديدا ربما هو كونها مهنة إبداعية تتيح لمن لديه شغف إبداعي. ما الشاعر بطبيعته يحب الإبداع. الإعلام هو كشف لما يجري في الظاهر، والشعر هو كشف لما يجري في الباطن. ليس بالضرورة. قد يحوي ذلك اختزالا للشعر في جانب معين من جوانبه. طيب نموذج آخر من الشعر. من الشعر شنو هي بعدك أقرب الأغراض الشعرية لك أنت حسين مولع؟ أنا أجد في نفسي أني نوعا ما تجاوزت تلك المرحلة التي طبعا الشعر العربي تجاوزها، مرحلة الأغراض. هي مرحلة الشعر الكلاسيكي بشكل أساسي، ما بعد المدارس الحديثة والحداثة الشعرية، قصيدة الشعر الحر، وما بعد الشعر الحر قصيدة النثر، وما بعد قصيدة النثر تجاوزت طبعا هذا التحليل والاختزال للشعر في جانب معين. ولكن يبقى هناك مثلا تعود متعلق برواية ما فهم أي رواية أقرب لك يعني كشاعر تبقى أساسا ربما هي الثيمات نقول الشعرية. لعل أكثر ثيمة حضور لدي هي يعني ربما شعرية حضور الأنثى في الشعر الذي كان يختزل سابقا في غرض الغزل في الشعر الكلاسيكي، لكن طبعا في الشعر الحديث يأخذ تجليات شتى سواء الرمزي أو المباشر. طيب نموذج شعر قافية للحب. أدمنت فيك الهوى والشوق والأرق، كأن قلبي لغير الحب ما خلق. يا حلوة لفتة جيد منك تقتلني، يا حلوة ثغرك إن ذي صمته نطق. عيناك صحو المدى للبحر نافذة، توزع الأفق والأمواج والشفق. تلقاء عينيك لا أحتاج قافية، عيناك تنطق بكر الشعر والألقى. آبت تقاسيم وجدي فيك أغنية، لي لوعة الصب إما شوقه طفقا. عذب التباريح والأطلاع تكتمه، يبوح سر الذي بالقلب قد علقا. إلى آخر القصيدة، لا أتذكر بقية الناس لا يحضرون. ماذا ما أكثر ما يستثير شعورك، ما يستدر شعرك؟
طبعا 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 الشعر يأتي بغتة، ليست هناك محددات أو ضوابط، والحالة الشعرية هي بطبيعتها حالة غامضة، يعني السبب أو القصة وراء القصيدة، السبب الذي يكمن وراء القصيدة يختلف من حالة شعرية إلى أخرى، طبعا طبعا للتجربة الحياتية نفسها وللحالات المزاجية والنفسية، وأيضا طبعا لطبيعة أو محددات التجربة الشعرية من ناحية القراءات الشعرية والتأثر و ما إلى ذلك. طيب أيهما الأقرب إليك، التفعيلة أم الخليلي؟ أكتبهما معا، أكتب الشعر الكلاسيكي التقليدي المقفى، وأكتب أيضا الشعر الحر، وأطمح أن أجد في نفسي القدرة على كتابة قصيدة نثر، لأني على عكس ربما ما هو شائع أعتبرها أصعب أنواع الشعر قصيدة النثر. قصيدة النثرية على من يقولون أن قصيدة القصيدة التفعيلة أو القصيدة أو الشعر المنثور أنهما أسهل من الشعر المقفى. هذا استسهال ربما كبير. تلك العفوية وتلك التلقائية في انتقاء الأحرف. هذا استسهال كبير، لأن في الواقع أنا أظن أن وهذه هي أزمة قصيدة النثر في العالم العربي، أنها وجهت استسهالا كثيرا، جعلها كثيرة وتكتب بمجانية شائعة وبالكثير من الاستسهال. في النهاية أنا أعتقد أن الإيقاع على كل حال قد يكون ربما ليس دائما ضرورة شعرية في الأغلب، ولكن الإيقاع لا يأتي دائما من جهة الوزن، قد يأتي من جهات أخرى مثلا من الموسيقى الداخلية وغيرها. في القصيدة التقليدية وفي قصيدة الشعر الحر هناك ضمان ما يمسك بالشعر، هو الإيقاع الموزون المنمذج على إيقاع سابق، بينما في قصيدة النثر لا يوجد ضمان أمام الشعر إلا قدرته، بالتالي هي أصعب كتابة قصيدة نثر حقيقية قصيدة. طيب أيهما أيضا أقرب إليك، مولاي علي الشاعر أم مولاي علي الإعلامي؟ أنا هما معا دون أي مسافة من أي منهما، لكن شغبي الأول. أنا عجبت غلبتنا وتكلمت لها بالفصحى وغيرت طابع البرنامج، ما أنا بعدين محاولة نتمسك شوي بالحسانية. طيب نرجع هما تقريبا واحد بالنسبة لي، لكن في النهاية شغفي الأول في الحياة وما أعتبره هويتي هو أني أكتب شعرا، أكتب ما أسميه أدبا في النهاية. طيب حدثنا عن هوايات أخرى غير الشعر وغير الصحافة. الهوايات اليومية المعتادة في الحياة ربما القراءة، رغم أني قارئ كسول على أي حال. تحضر من حديثك أنا قارئ كسول. شكرا. تحضر يعني فيما يخص الشغف، يحضر لدي شغف كبير بالموسيقى بمختلف تجلياتها، وشغف طبعا بالقراءة كما ذكرت، لا سيما القراءة الأدبية، سواء الشعر أو الرواية بوصفها صارت تفرض نفسها فعلا كفن أو أدب العصر كما يسمى البعض. من ترى علاش دائما الشاعر يعود يبغي الموسيقى؟ ربما لأن هناك ارتباطا أزليا بين الموسيقى والشعر، يعني الإيقاع الذي يأتي من الموسيقى نمذجة الأصوات على نمط معين، على نسق معين، هذه خاصية أيضا في الشعر، ربما نستطيع أن نقول إنها خاصية في الشعر لدى في كل لغات العالم. وأيضا كلاهما يترجم الحياة أو يقترح الحياة بصيغة مقاربة، من ناحية أن بينهما جماليات مشتركة بين الشعر والموسيقى. بين الشعر والموسيقى. طيب من درجة هي نظرتك أنت كشاعر موريتاني شاب وعصري للساحة الأدبية الموريتانية حالا؟ أنا أعتبر أن في موريتانيا ربما من أكثر المشاكل أو انعكاسات الأزمة، أنا
أجد فعلا أن هناك أزمة إبداعية في موريتانيا بشكل عام. ربما من أبرز انعكاساتها على أي حال فيما يخص الإعلام أننا دائما نحن الموريتانيين نزعم أننا مليون شاعر ونختزل هذا المليون في لغة واحدة هي الفصحى. في موريتانيا طبعا يوجد شعراء باللغة الفرنسية بالإضافة إلى شعراء باللغات الوطنية على اختلافها. أنا أعتبر أن موريتانيا رغم كل هذا الـ 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 يعني رغم كل هذا الاعتناء باللقب الذي أطلق على البلد لقب المليون شاعر أطلق صدفة أو صدفة أو التفاخر هو على أي حال بشكل واقعي هو بشكل واقعي فعلا الموريتانيين أو في رأي الشخصي على الأقل المجتمع الموريتاني لديه ولعب الشعر سواء الشعر الفصيح أو الملحون الشعبي في مختلف أيضا اللغات كما قلت. لكن فيما يخص الإبداع الشعري موريتانيا حتى الآن في اعتباري شخصيا لم تقدم في أي من اللغات التي يكتب فيها الشعر بها لم تقدم شعرا عالميا بحجم عالمي ولم تقدم حتى شعرا ربما بحجم إقليمي. بالتالي نحن نظل دون استحقاق هذا اللقب لقب بلد المليون شعر رغم كثرة من يقولون الشعر ومن يكتبه وأنا واحد من بينهم ولا أبرئ نفسي. عالمي نعود معك فيها قارئ إقليمي لا ليست ربما هي واقعية فقط. على كل حال أنت أدرى بالساحة الشعرية مني أنا وبلقيس قطع ليس بالضرورة. شن هي أمنية ملايا يعني طبعا هناك أمان عدة ولكن شن هي الأمنية تتلاشى أمامها الأمنية؟ أستطيع القول نجار حسني قد نقول عن عن الشغف الأكبر في الحياة كما ذكرت هو الجانب الإبداعي تحديدا الجانب أو البعد الشعري فيه. أنا أطمح إلى أن أشتغل على مشروع شعري على مشروع إبداعي بشكل عام ولا سيما الجانب الشعري بالطبع إضافة إلى طموحاتي في الجانب يعني الجانب الأكاديمي فيما يخص علم الاجتماع كما ذكرت أنا حاليا في مرحلة الماستر وأيضا طموحي في مجال الإعلام. طيب شنهي متى مساهمة تخصصك اللي هو علم الاجتماع في واقع في كونك شاعر كانوا زاد تجربتك الشعرية والله؟ هو بشكل عام الشعر يرفد معانيه وخلاصاته من الحياة بكافة تشكيلاتها في النهاية ولكن باللغة الشعرية لذلك لا أظن على أي حال لا أظن أن هناك خاصية معينة في علم الاجتماع تفيد فيما يتعلق فيما يتعلق بصنع المشروع الشعري. ربما علم الاجتماع قد يكون بما أنه يتناول المجتمع بشكل عام أقرب إلى أن يكون رافدا أساسيا للروائي لا سيما فيما يتعلق بالرواية الواقعية. زين نموذج آخر من إنتاجك الخاص والله من أشبه الشعر عندك قبيل أشرت عنك مثلا شعراء فرنسيين أو غيرهم عنهم بمترجم القصائد هم عنك مولع بهم لا عاد فما نموذج من ذوك القصائد قصيدة لي أم لغيري أنا طبعا أختار الشعري شعرك طبعا أنا ألقي شعري عندك الخيار رأيي الشخصي يبقى بطبعة الحال دون الشعر الكثيرين ممن هم قامات شعرية بالنسبة إلي تنزل على رأنا ثنتين تحكي أنا قصيدة لكن أنت تحكي هي قصيدة لا أنا حديث على اختياره هو. فيما يخص نموذج شعري آخر ربما عفوا سألقي إذا مقطع نشرته قبل أيام أو أسابيع قليلة مقطع من قصيدة بعنوان صباح بعيد صباح مصطفى فيروز تفتتح النهار بصوتها المسكوب من حلم وخالص دهشة الإيقاع والسحر البواحي مزاج مستقل لا حدود له ولا يحتاج أوراق الهوية مزاج مكتف بالوجود بلا معية صباح ينتقى لا
لا حب لا نسيان أو ذكرى ولا أشواق في هذا الصباح. هو مقطع كما ذكرت، هو مقطع قصيدة جميل جدا. على النص أنت تختار وتنشده. نص لشاعر كما ذكرت أنا ملع كثيرا، ربما أكثر شاعرين المتنبي ومحمود درويش أحفظ الكثير لهما، لكن قد لا تحضرني في اللحظة انتقاء لنص معين. طيب ما رأيك في إسهام مواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الساحة، ربما اكتشاف مواهب جديدة، ربما